بحبك يا مصر، مصر هي أمي، مصر هي أم العالم كلها، مصر بحب مصر مصر مصر، وجاي من آخر بلاد المسلمين عشان أحيي شعب مصر وأحب مصر كلها. قول لي يا حاج عبد المنعم، أنت موجود النهاردة ليه هنا عند جامع مصطفى محمود؟ جايين ونشجع الريس في كل مكان، وإحنا تحت أمره قدامه وراه العمر كله. أنا من أتريس مركز منشيت القناطر جيزة، من ريح البحيره، وجايين كلنا نحيي الريس. من حبك يا سيسي. جزيرتين سعوديتين مصريتين، احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي بنثق في الراجل اللي قال لنا ده. احنا ما احناش فاهمين كل القرارات اللي بتتعمل، ده فاهم اكتر مننا كلنا. لازم نثق فيه، ولازم نثق في الراجل اللي احنا ادينا له الثقه بتاعتنا، وما تهزش الثقه بتاعتنا، وما نخليش حد ياثر علينا. الحكمه المثليه اقول لك، الحكمه يقول لك ايه؟ اعمل في بندقيتي 10 واحد، واحده للعدو اللي جوه وتسعه للي بره. مبروك علينا كلنا سيني ماشي النهارده، مبروك علينا من 35 سنه سيني. تمام يا حاج، تقول ايه بقى للناس التانية اللي نازله في مظاهرات ضد؟ ولا هيعملوا حاجه، ولا هيعملوا حاجه، ولو قدم كمان مره مش هيعمل حاجه. الشعب والجيش الوحده، الشعب والجيش الوحده، وان شاء الله باذن الله نعمل كل حاجه. قول لي جمله مفيده. اقول لك انا بحب البلد. ماشي، اكيد والله العظيم كلنا بنحبها. طيب انا جاي من محافظه الفيوم. ثواني عشان بس صوتك يطلع مظبوط، انت جاي منين؟ جاي من الفيوم. ليه بقى جاي من الفيوم؟ جاي عشان احيي الرئيس، وعايزين الرئيس وعايزين الجيش حمينا وحامي مصر كلها، وعايزين الملك في الاستقرار مش اكتر ولا اقل. انت ايه اكتر حاجه شايف انها صح وبتحصل في مصر؟ كل حاجه صح، مفيش حاجه غلط. انا عايز بس اعرف انجاز واحد للرئيس السيسي في الفتره دي. المشروعات العملاقه، قناه السويس الجديده، 500,000 شقه. تمام يا باشا، الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا. جبنا الثلاجه، ناصر غساله، ناصر غساله. المدير بره معانا. من الاول كده بقى، حضرتك جاي منين؟ من بني سويف، من مركز فشل. مركز ايه حضرتك؟ يا عم بتعوم يا عم. طيب لا اتكلم جد يا اسطى، اتكلم بجد. انا عارف حاجه، قول يا عم. اتفضل قول لي حضرتك، انت موجود ليه النهارده في عند جامع مصطفى محمود؟ جايين عشان الجيش والشعب والبلد، عايزين الاستقرار وعايزين الامن مستتب. تمام، انت حضرتك كل سنه بتحتفل بعيد تحرير سيناء؟ لا اول سنه الصراحه. طب وحضرتك عندك كام سنه دلوقتي؟ 27. ودي اول مره تحتفل بعيد تحرير سيناء؟ اه. ايه اللي خلى حضرتك السنه دي اول مره تحتفل بعيد تحرير سيناء؟ احنا عارفين ان السيسي صح وجد، واحنا عايزينه جد. الناس احنا مش عايزين حد يخش ما بيننا، مش عايزين حد يعمل فتنه، عايزين كلنا نبقى يد واحده بس. بحبك والله، بحبك وربنا يقويك، والله يكون في عونك. انا الحمل تقيل عليك قوي، الله يكون في عونك. الله عليك يا رب، الله الحمل معايا يا رب. وطلع المحبوسين كلهم في شهر رمضان، والنبي امين عليك. جزيرتين طرايب وسرافين طلع السعودية، والسعودية ومصر طول عمرها مصر والسعودية واحد. تمام، وبشكر السيد عبد الفتاح السيسي على اللي عامله في البلد. قولي لي حضرتك موجودة ليه عند جامع مصطفى محمود؟ عشان منتخب السيسي. عشان ايه حضرتك؟ عشان منتخب السيسي.